انا فاطمه الزياني، اختي ليا الزياني. بغيت نهضر على اختي سيليا. المهم راهي في واحد الزنزانه مع ثلاثه ديال الناس، ولكن راه ما راهاش مزيانه، راه هي في حاله خايبه. خصنا دغيا باش قبل ما يفوت الاوان، راه في واحد الحاله ما تصوروش بزاف. كتعيش في واحد المرحله كتخاف، يعني كنخافوا يوقع لها شي حاجه. دابا انا غادي نمشي نشوفها، والله كنتمنى نلقاها دابا شويه مزيانه. راه داير راه مكثرت مريضه شحال هذه ما هضرت معاها، والله كنتمنى. راه هي ما دارت والو، راه هي بغات غير الحق ديالها وديال خوتها، كتبغي ما دايره حتى حاجه. بنادم ما داير والو، دايروا له التهم ديال التمويل وديال تزعزعات الامن الدوله وهذيك. وشنو بنادم البنت عندها 23 سنه ودايره ما دارت والو، هي مازال صغيره عندها 23 عام، هي صغيرة عاد ما كتقرا وعندها لافاك، عندها الامتحان دابا في شهر 7، نهار 10 في شهر 7، وسمحت في القرية ديالها وحرموها من القرية ديالها وحرموها منا. خصوصا انا اقرب وحدة عندها في الدار، انا وياها بحال التوأم.